صباحه ميسي 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 ميسي، على نفس خطى نيمار مع البرازيل، ليونيل ميسي بيقود الارجنتين لوحده، وبيتقاسموا الاثنين صدارة هداف البطولة باربع اهداف في ثلاث مباريات. المضحك بقى ان الاثنين اللي قلبين كاس العالم بيلعبوا في برشلونة، والسنة اللي فاتت قدموا اداء غير مقنع وخلصوا الموسم بدون ولا بطولة. بعد قرار برشلونة في التخلي عن فالديز وبينتو، بيعلنوا النهاردة انهم مضوا مع حارس المرمى التشيلي كلاوديو برافو، عنده 31 سنة وبقاله 8 سنين في الليجا مع ريال سوسيداد. كوكي وخوان فران الاثنين بيجددوا عقدهم مع اتلتيكو مدريد، كوكي بيجدد لاربع سنين وخوان فران لخمس سنين، ولكن السؤال هنا، هل ده يضمن للاتلتي بقاء الثنائي الموسم الجاي معاه؟ الاجابة مش شرط. اتحاد الكرة الغاني بعت طيارة للبرازيل شايلة 3 مليون يورو بعد تهديد لعيبة غانا انهم لو ما خدوش حوافزهم المالية مش هيلعبوا ماتش البرتغال. وبما ان عقدة لويس سواريز لسه طازة على كتف كيليني، فتعالوا نتابع شوية ردود افعال من اللي طلعوا من انجلترا. عندك روبرتو مارتينيز مدرب ايفرتون الانجليزي اللي طلع وقال ان لويس سواريز محتاج علاج من اخصائي. لو حد فيكم يعرف اخصائي عض ياريت يبقى يبعت له رقم. اما بقى في مانشستر يونايتد، فبول سكولز طلع وقال ان لويس سواريز عار على كرة القدم ولازم يتوقف. اما بقى في بيتها في بيت لويزيتو، فطلع اسطورة ليفربول روبي فاولر وقال ان لويس سواريز بيحط وش ليفربول في الطين. وبعد كل الردود دي طلع لويس سواريز شخصيا وقال ان الاعلام مدين الموضوع اكبر من حقه بكتير، وان الحاجات دي بتحصل عادي جدا جوه منطقة الجزاء. ليونيل ميسي ينفجر، وللمرة الأولى في تاريخه بيقود منتخب الأرجنتين في بطولة كبيرة. الأرجنتين كسبت 3 ماتشات، جابت 6 جوال، ميسي جاب منهم 4، والأربعة أحلى من بعض. للمرة الأولى من فترة بشوف ميسي جعان كورة، عايز يسقط يستلم ويخش في الزحمة ويرقص كذا لعيب حتى لو هيتضرب، ياخد فاول ويقوم يحطه في المقص. وده بيأكد ان ميسي الموسم اللي فات كله ما كانش مركز مع برشلونة من أساسه. الموضوع مش موضوع فلوس ولا موضوع عقد، انما الموضوع انه كان عايز يكسب عشق الجماهير الأرجنتينية ويرضي غرور نفسه بلقب اغلى كأس في العالم. مشكلة الأرجنتين التكتيكية ان سابيلا مصمم يلعب بخطة 4-3-3، وده بيعمل له مشكلتين. المشكلة الاولى عنده ثلاثة الهجوم، ميسي وهيجوين واجويرو، او حتى لافيتسي لما بينزل مكان اجويرو. فالثلاثة دول مع انهم بيغيروا تمركزهم في الماتش مع بعض على حسب مجريات المباراة، الا ان في كل الاحوال ما عندهمش اي التزام بالواجبات الدفاعية، وده هيعمل ازمة للارجنتين لو قابلوا بعد كده في البطولة منتخب يمتلك ظاهرين عندهم نزعة هجومية قوية، لان فرناندو جاجو ودي ماريا ما بيقدروش انهم يعملوا مساندة كافية لزابالتا وروخ. المشكلة التانية انه مصمم يلعب دي ماريا كلاعب ارتكاز ثالث في نص الملعب، مركز اكتشفه فيه كارلو انشيلوتي، ولكن مع ريال مدريد عنده لعيبه كتير تلعب على الطرف زي كريستيانو رونالدو وجاريث بيل. ولكن الارجنتين بتعاني بالذات من ناحيه الشمال انهم ما بيقدروش يوسعوا اللعب كفايه في حاله الهجوم، وان روخو ما بيستغلش الفراغات اللي بيسيبها اجويرو لما يتحرك في القلب، وعشان كده بنلاقي ان دي ماريا بيتحرك بغريزته ويروح يملى الحته دي اللي هو اصلا بيحب يلعب فيها، ويشكل خطوره اكبر بكتير قوي من ما هو بيلعب في نص الملعب. ولو ركزنا في الجون الاولاني هنلاقي ان دي ماريا فعلا اتحرك من المنطقه دي وشاط الكوره اللي ردت من العارضه جات لميسي وحطها في الشبكه. وبالتالي التشكيل الاوقع واللي ممكن يحل المشاكل دي هو ال 4-2-3-1، 2 ارتكاز جاجو ماسكيرانو، لافيتسي ناحيه اليمين ودي ماريا ناحيه الشمال، والاثنين اذا كانوا في اس جي او في ريال مدريد متعودين ان هم يعملوا المسانده الدفاعيه للظاهرين لانهم بيلعبوا في المراكز دي. ميسي هيفضل زي ما هو بحريه تامه في النص انه يتحرك في اي حته في الملعب، وقدام مهاجم واحد يا اما اجويرو لو كان جاهز، ولو كان مصاب يبقى هيجوين. اما نيجيريا فظهروا بشكل متذبذب دفاعيا ومرعب هجوميا بقياده احمد موسى اللي جاب جولين احلى من بعض، وبكده نيجيريا تتاهل كثاني المجموعه وهتلاعب فرنسا في دور ال 16. الناحيه الثانيه فمنتخب البوسنه بيحقق اول انتصار ليه في تاريخ كاس العالم، وبنتيجة 3-1 على إيران الفريقين بيودعوا البرازيل.
ديدييه ديشام قرر ان هو يبدا المباراه باراحه 6 لعيبه من تشكيلته الاساسيه، باتريس افرا، رافائيل فاران، ديبوشي، كاباي، بالبوينا، وليفيه جيرو. وبالرغم من ده قدروا ان هم يسددوا 20 تسديده على مرمى الاكوادور، منهم 13 ما بين الثلاث خشبات، ولكن اكن اللعيبه كانت بتنشن على ايدين حارس مرمى الاكوادور الكسندر دومينجز اللي اختير كافضل لاعب في المباراه. وبالرغم من ان الماتش خلص 0-0 والنتيجه كانت سلبيه، الا ان بول بوجبا قدم مباراه رائعه واداء فني عالي جدا، وبيأكد ان في خلال سنوات قليله جدا هيكون افضل لاعب في العالم في مركز خط النص. الناحيه الثانيه في ماتش سويسرا والهندوراس كان وان مان شو بقياده لاعب بايرن ميونخ الالماني شاكيري، اللي بينجح في انه يحرز ثاني هاتريك في البطوله بعد زميله في البايرن لاعب منتخب المانيا مولر. اول جول طبعا من الهاتريك كان بشوطه عالميه تتكتب في تاريخ مونديال البرازيل، وبكده بينجح انه يقود سويسرا للدور الثاني عشان يقابلوا منتخب الارجنتين في دور ال 16. نظرية المؤامرة بتحوم حوالين الماتش ده من كل اتجاه، لان مدرب امريكا الالماني يورجن كلينسمان هيلعب ضد المنتخب الالماني بقيادة المدرب الالماني خواكيم لوف، اللي كان بيساعد كلينسمان في قيادة المنتخب الالماني في كاس عالم 2006 في المانيا. وفي حالة التعادل فالمنتخبين هيتأهلوا بغض النظر عن نتيجة المباراة التانية، المانيا في المركز الاول وامريكا في المركز الثاني. بس لو افترضنا ان النوايا هتكون سليمة، فالبرتغال محتاجة معجزة عشان تصعد للدور الثاني، فلازم يكسبوا غانا بفارق 3 جوال والمانيا تكسب امريكا بفارق على الاقل جولين. والمشكلة ان كريستيانو رونالدو وفرقته ما قدموش اي حاجة لغاية دلوقتي ترشحهم انهم يكسبوا غانا من اساسه. اما غانا بقى فموقفهم معقد جدا، مبدئيا كده لازم يكسبوا البرتغال والمانيا تكسب امريكا علشان يتساووا في النقاط مع منتخب امريكا ونروح لفارق الاهداف. لو افترضنا ان امريكا خسرت 1-0 يبقى غانا لازم تكسب البرتغال بفارق هدفين او بفارق هدف واحد بس يسجلوا على الاقل جولين. يعني امريكا تخسر 1-0 يبقى غانا لازم تكسب البرتغال 2-0 او 3-2، في الحالتين دول مثلا غانا هتصعد. احسبوا انتوا بقى بقيه الاحتمالات وكل واحد يشوف مع نفسه. منتخب بلجيكا محتاج نقطه واحده بس عشان يضمن صداره المجموعه، ونظرا لاداء كوريا في الماتشات اللي فاتت اعتقد انتصار بلجيكا هيكون سهل، وبكده غالبا هيقدروا ان هم يتجنبوا ملاقات منتخب المانيا في دور 16 وهيلعبوا ضد امريكا او غانا. محاربي الصحراء اللي رفعوا راس العرب وافريقيا كلها في البرازيل محتاجين نقطه واحده بس من الدب الروسي عشان يضمنوا الصعود للدور الثاني، ولكن لازم مدرب الجزائر خليلوفيتش يدي تعليمات واضحه وصريحه للعيبه انهم ينزلوا ويدوروا على المكسب، لان بالرغم من ان روسيا ما قدمتش اي حاجه في المونديال لغايه دلوقتي الا انك لازم تاخد موعظه من اللي اليونان عملته في كوت ديفوار، بالذات بقى وانك بتلعب ضد المدرب المخضرم فابيو كابيلو اللي في حاله انه لو لا قدر الله كسب هيضمن الصعود للدور الثاني. وقبل الختام، فبعد ما قريت كل الاراء وردود الفعل على سؤال الحلقه اللي فاتت، واضح ان اغلب الناس نفسهم يشوفوا لويس سواريز بيقرم كريستيانو رونالدو. لو سواريز فعلا راح برشلونه الاحتمال ده هيكون وارد جدا. اما بقى سؤال حلقه النهارده، ففي ظل تالق ليونيل ميسي ونيمار في كاس العالم احب اعرف رايكم بناء على الثلاث ماتشات اللي اتلعبوا بس، مين فيهم بيلعب احسن؟ يا ريت تسيبوا لي الكومنتات على يوتيوب تحت او على فيسبوك او على تويتر، وهشوفكم بكره في نفس الميعاد على قناه دي ام تي في، اللي ممكن تتابعوا كل البرامج المختلفه اللي بتقدمها القناه عن طريق اليوتيوب شانل او من صفحتهم على فيسبوك او من ترددات القناه اللي موجوده تحت. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب، وسلام.